Just saying, is it possible? Is it possible just to be a little bit honest? Just a little bit honest. معيار الانستي عندك 100%، صحيح؟ Now, people cannot handle the truth. A proven fact. تمام. keep on be يعني الإحساس طول الوقت إنه يحدث الآن، صحيح؟ يحدث الآن، خلاص؟ يحدث الآن، يحدث الآن، تمام؟ هي دي الحقيقة، هو ده اللي انت شايفته، هو ده المشهد. Now you enjoy it, you have pleasure in being here, being safe, being sheltered, having a good time. في انترنت، صح؟ في اكل وشرب، تكييف ونيل وشجر، بلكونة يعني موية، شاهي، عرايس يعني فيونكة، شوكولاتة. طيب ده اسمه يحدث الآن، هو ده المشهد في كل ده، خلاص؟ or asking or talking or this part of the body that cannot stop blah 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 wondering how I get here, why I'm here, what am I supposed to do here. هو you are here، اللي جابك هو اللي بيمشيكي كعقل يعني. صحيتي من النوم لقيتي نفسك هنا، صح؟ and do you think all day trying to wonder، تساؤلات، what am I supposed to do، ايش اسوي اليوم، what's the purpose of life. I would assume انه في ال 49 years that you've been alive, let's say 40. Let's say 40. 40 years that you've been aware. خلاص. You never understood anything, did you? Did anything make any sense? So واضح جدا انه ما جاكي فهم كعقل يعني. لما القلب يقول لك this is our playground, this is our playground، اول ما نصحى من النوم ونحط رجلنا على الارض، it's where we play, dance, sing, jump around, blah blah blah، صح؟ العقل يجي له يقول what silliness. عقل مدرب، العقل المبرمج، العقل اللي جاله عنف انه هو الساعة 6 تصحى من النوم، الساعة 7 تروح المدرسة، توقفي في الطابور، تقعدي على الكرسي في الفصل، تروحي الفسحة، ترجع البيت، تتغدوا، تعمل واجب، for a long period, day after day after day, this been programmed to do something else. فخلاص بقى، ما دامت لا في مدرسة ولا في طابور الصباح ولا في شغل ولا في جوز ولا في أطفال ولا في أم ولا في أبو، يعني كل ده اللي تبرمج عليه ده بتبرمج على شوية أشياء ما هي موجودة في المشهد، خلاص؟ طب إيش؟ نحمد ربنا انه خلاص القمع يعني ذهب ذهب ذهب، كل شيء خلص 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 خلص،
صح سليم، الدنيا هي حلوة. جمعة مباركة أكيد يعني، صح؟ يعني keep talking about why am I here? Where did I go wrong? What happened to مش عارفة إيه؟ أصلي أنا أمس، أيوة أمس أمس، مادام قلتي أمس يبقى ما لا دعوة بيكي، مادام قلتي الثانية اللي قبل هذه الثانية ما لا دعوة بيكي، إيش الحكاية؟ لوك 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 كده على الصبح. The brain is frustrated. بالله frustrated of what? Of being in a nice place, safe, and nice, and comfortable. هو ده. You're frustrated with that? Seriously? تبي تكوني تحت في الشارع في الشمس حقت الصيف، صح؟ وكل الضوضاء حقت السيارات ومالك مكان تقعدي فيه، ولا كيف؟ ما هو انت حتقعدي ساعة ساعتين في القهوة وبعد شوية لازم حتروحي مكان تنامي فيه، صح؟ فانت already 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 safe. What is frustration? What? Coming from where this frustration? لا لا لا، ما هو انا ما بتفاوض مع البرين. I'm just pointing out to the brain is pointing out to himself the things that he or she does. صح؟ فهذا عقل الراجل ولا الست اللي يقعد يحلل كده على طول، تحاليل طبية، عارف؟ إسهال إسهال تحاليل واحتمالات. طبعا طبعا، لأنك انت ما شاء الله مرة كنت في الإحصاء شاطرة، صح؟ لكن نازلة لي احتمالات، فاهمة كيف؟ وانت بتمشي الدنيا على اللي تعودتي عليه. وي لا اله الا الله، ليه كده؟ انا بتهيالي تبطلي تشربي قهوة اول ما تصحي واشربي شاهي، تغيير، عشان هو كده. وبعدين تبطلي تشربي شاهي وقهوة وتشربي بس موية وهكذا. ما هو ايش حكاية تتعودت عليه؟ طب ما هو وجدنا اباؤنا عليها يعني. طب ماشي الفرق بينك وبين اي احد كعقل يعني ما جاته، ما جاله خبر، ما جاله ادراك اولا انه على قيد الحياة، فبالتالي نعمة 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 في حد ذاتها انك تكوني حية aware of all this. هذه بحد ذاتها نعمة. خلاص، في vegetables يا حبيبي وناس في كوما وعايشين في ventilations ليه؟ فما كيف؟ خلاص على قيد الحياة، everything is functioning، فما بتشوفي وبتسمعي وتتنفسي وبتاكلي وبتشربي وكله كله كله ما فيكي ضربة يعني. تعرفي اتخبطتي امس بس عندك واوا في ركبتك ايوه في ناس مكسحين حبيبتي، صح؟ في ناس ما بيتحركوا من على السرير، في ناس كتير 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 عندهم مسؤولية من ساسهم لراسهم ما مقدرين يتحركوا، خلاص؟ فانت عدم وجود مسؤولية عندك في حد ذاتها، هذا مو اختراعك، قدر الله ما شاء فعل، انه انت مخلوقة غير قابلة لتحمل مسؤولية ما في اطفال يتحمل مسؤولية، او على الاقل كده انت تربيتي. I don't know. The thing is انه ما بتتحمل مسؤولية، خلاص؟ ولما انت تحطي في موقف انه you have to take care of yourself، يعني بتسويها اللي هو let it be done، فاهم كيف؟ يعني taking care of yourself اللي هو مثلا تستحمي، you're taking care of your body، تاكلي، you're taking care of your body، تشربي، you're taking care of your body، صحيح؟ المرحلة اللي هو كان في أحد بيحميكي وفي أحد بيأكلك وفي أحد بيشربك خلصت من زمان
شو هيدا؟ عيب عيب عيب. وقاعدة أقول لك 49 وبعدين قلنا لك 40 وبعدين يعني whatever the number, this is not an infant. The brain maybe is. But the body is not. القلب ده بيضخ من 49 سنة. ايه توتا صباح وعسل وجمعة مباركة قلنا. Yep. No more coffee for you. هي اليوم حنشرب شاي. شاي بلبن. بما انه احنا في مصر يعني. شاي بلبن. هذه القاهرة. من هنا لبكرة. من هنا لبكرة اقعد اقول لك. من هنا لبكرة اقعد اقول لك. من هنا لبكرة اقعد اقول لك. ربي اعوذ بك ان اسألك ما ليس لي به علم. يعني سلي من رايك ترفع يدك فوق كده وتقولي ربي اعوذ بك ان اسألك ما ليس لي به علم. And take care of yourself وخلاص. تحملي مسؤولية الحركة. لكن 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 تزعجيني طول وقت كعقل يعني بشوية هرمون. يعني بتروحي للماضي او بتروحي لزمن ما بيحصل. يعني بتروحي لحاجة ما هي قدامك بس انت متذكرتها وعارفتها وحافظتها ولوكلوك. يعني هو ده اللبانة اللي بتندغيها كل يوم. خلاص او بتروحي زمن ما عمره حصل لسه ما هو موجود ما ادري. المهم انك انت خارجه عن يحدث الان يا بنتي. هو ده المشهد يحدث الان. تمام حلويات اه صلاة على النبي قلنا جمعة مباركة. Mm-hmm.